مرحبا بكم في صدى أقلام من جديد، حيث نأخذكم في جولة لأبرز ما تناولته الصحف حول القضايا العراقية والعربية والعالمية. اليوم نركز على الشأن العراقي وبالأخص مسألة الفساد الحكومي الذي بات جرحا نازفا في جسد العراق، ليجد المواطن نفسه عالقا في دوامة فساد لا نهاية لها في ظل العملية السياسية المتعثرة. انتظرونا بعد الفاصل. البداية من مقال في صحيفة طريق الشعب للكاتب حسب الله يحيى الذي يسلط الضوء على قانون من أين لك هذا، والذي جرى تداوله مرارا في البرلمان العراقي ولكن لم يفعل حتى الآن. الكاتب يشير إلى أن البرلمان قد أصبح في حالة شلل حيث فشل في اختيار رئيس له، مما جعل الاهتمام بمصالح الشعب يتراجع إلى مرتبة متأخرة. والأمر الأكثر إلحاحاً بحسب الكاتب هو إصدار هذا القانون الذي يمكن أن يكون الحل الأمثل لمكافحة الفساد المتفشي في جميع مفاصل الدولة. حسب الله يحيى يشدد على أن ثراء المسؤولين بشكل مفاجئ وغير مبرر، ويدفع المواطن العادي إلى التساؤل من أين لك هذا، حيث يشير إلى أن هناك مسؤولين لم يكن لديهم سوى القليل من المال، ولكن فجأة أصبحوا يمتلكون عقارات ومولات ضخمة، في حين يعيش معظم العراقيين في فقر مدقع. كما ينتقد الوضع القائم بأن الفساد المالي لم يعد محصوراً في مؤسسات الدولة فقط، بل تعداه إلى التعاملات اليومية بين المواطنين، وأصبحت الرشوة جزءاً طبيعياً من الحياة اليومية. لا يخفى على كل مواطن عراقي أن كثرة من فاحشي الثراء لم يكونوا يملكون إلا النزر البسيط من حياتهم، وإذا بهم قد أصبحوا أصحاب عقارات ومولات وأسواق ومصارف وسيارات فارهة. ولم يكن كل هذا الثراء طبيعيا أبدا، فلا صاحبه قد اعتمد على إرث، ولا هو حظ في اليا نصيب، ولا هو صفقة تاجر ماهر. ذلك أن الأموال الطائلة التي يتداولها هؤلاء تفوق كل تصور وكل ما هو منطقي ومقبول ومعقول. لذلك بتنا نجد الغني المفرط إلى جانب الفقر المدقع، ولا وجود لمظهر وسطا إلا في حالات استثنائية نادرة. ومع وجود أجهزة مالية رقابية ومؤسسة للنزاهة ومتابعة ورصد دقيق بالكاميرات، إلا أنها جميعاً لم تفلح في الوصول إلى حلول لآفة الفساد التي باتت عصية عن الحل، مثلما أصبحت تأكل في حياة العراق والعراقيين وتهدد كيان الدولة برمته. وبتنا نجد أن سرقة المال العام باتت شطارة يتباهى بها البعض، مثلما أصبحت الرواتب الطائلة التي يتقاضاها كثرة من المسؤولين مدعومة بقوانين يتم إصدارها على حسب الحاجة وعلى حسب المطلوب. ومع أن كل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى الآن تعد الشعب بالقضاء على هذا الفساد، إلا أن أي منها لم يفلح حتى بالتخفيف من وطأة هذا الحال. ننتقل بكم إلى صحيفة كتابات، وفيها كتب سمير داود حنوش عن التعقيدات السياسية في العراق. في مقاله يتناول حنوش الصراع على السلطة بين القوى السياسية المختلفة، وخاصة تلك التي تنتمي إلى نفس الطائفة أو المكون والتي لم تعد متحدة كما في السابق. الكاتب يركز على مسألة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكيف أن الأطراف السياسية المتصارعة وخاصة ضمن التحالف الشيعي تعاني من انقسامات حادة. يتساءل حنوش عن قدرة الحكومة الحالية بقيادة محمد شيع السوداني على الصمود في ظل طموح السودان بولاية ثانية، والذي تسبب بتأجيج الصراعات بين الشركاء السياسيين. الكاتب يرى أيضا أن الأزمة السياسية تتفاقم بسبب تدخلات خارجية، حيث يشير إلى زيارة الجنرال إسماعيل قاني قائد فيلق القدس الإيراني إلى العراق لمحاولة تهدئة الأمور. تعدد الزعامات ورغبة كل منهم للوصول إلى رأس السلطة التي توزعت حسب نظام المحاصصة
يجعل من الصعوبة التوافق للسعي في الوصول إلى تنظيم سياسي مستقر يتقدمهم في التشظي الإطار التنسيقي الحاكم الذي يبدو أنه سيكون آخر نسخة للتحالف الشيعي لخوض الانتخابات بعد أن أفرزت أولى تلك الأزمات والصراع على الحكومات المحلية في ديالى وكركوك واستمرار أزمة اختيار رئيس البرلمان خليطا من التوجهات غير المتجانسة التي تزيد من حدة التوحش على السلطة. خطيئة الإطار التنسيقي أنها لم تحسب حسابا لرغبة السوداني بولاية ثانية ونست أو تناست أن تقيده بشروط تمنعه من الترشح حين اعتقدت أنه سيكون مثل سابقه مصطفى الكاظمي الذي كان ورقة مرور آمن للسلطة إلى بر الأمان في أحداث تشرين 2019 والبيئة الملوثة يصعب أن تنبت فيها شجرة مثمرة. لذلك كان سرقة القرن الامتحان الأول الذي أظهر ضعف السلطة التنفيذية في مواجهة نفوذ حيتان الفساد. لم تكن هذه هي الصدمة الوحيدة في عمر الحكومة، تبعتها هزات متتالية أحدثت شرخا بين الشركاء، كانت منها قضية التجسس في مكتب رئيس الوزراء عن شخصيات سياسية وبرلمانية نافذة لا زال التحقيق يكشف مزيدا من أسرارها تباعا، وآخرها قضية اتهام رئيس هيئة النزاهة بالرشا والتربح من الوظيفة. ونقرأ وإياكم الآن في صحيفة المدى تقريرا خاصا يتناول مشكلة المشاريع المتلكئة في العراق. التقرير يكشف أن هناك ما يقارب 1291 مشروعا متوقفا عن العمل ما بين مشاريع في قطاع الإسكان والكهرباء والصحة والتعليم. هذا التلكؤ يعود لأسباب متعددة أبرزها الفساد المالي والإداري وسوء التخطيط. الكاتب يشير إلى أن الأرقام التي تصدر عن هيئة النزاهة والبرلمان تثير الشكوك حول الحجم الفعلي للمشاريع الوهمية، إذ يتحدث البعض عن وجود أكثر من 6000 مشروع لم ينجز منها إلا القليل، والبعض الآخر لا تتجاوز نسب الإنجاز فيه 30%. هذه المشاريع المتوقفة تتسبب في تفاقم الأزمات الخدمية في العراق، حيث يفتقد المواطنون إلى خدمات أساسية مثل الكهرباء والتعليم والصحة، ما يفاقم من معاناتهم اليومية. ويؤكد التقرير أن خسائر العراق جراء هذه المشاريع الوهمية والمتعثرة قد وصلت إلى نحو 300 مليار دولار منذ عام 2003. يواجه العراق تحديات كبيرة في تنفيذ مشاريعه التنموية والخدمية، حيث أظهرت التقارير الحكومية أن عدد المشاريع المتلكئة في البلاد بلغ 1291 مشروعاً حتى الآن. وهذه المشاريع تشمل مختلف القطاعات الحيوية مثل الإسكان والبنية التحتية والكهرباء والصحة والتعليم. وتأخر إنجاز هذه المشاريع لأسباب متعددة تتراوح بين الفساد المالي والإداري ونقص التمويل والتوترات الأمنية والسياسية. وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة التخطيط العراقية، فقد أدى هذا التلكؤ إلى تأخر تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتفاقم الأزمات في مجالات رئيسة، بما في ذلك نقص الكهرباء وضعف الخدمات الصحية والتعليمية. يذكر أن بعض المشاريع كانت قد أطلقت منذ عدة سنوات ولم تستكمل بسبب توقف التمويل أو عدم كفاءة الإدارات المعنية. إلى ذلك يشكك رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي موسى فرج بالأرقام الصادرة عن عدد المشاريع المتوقفة وحجم الخسائر المالية التي تكبدها العراق جراءها. ويقول فرج إن التقارير الصادرة عن البرلمان وهيئة النزاهة تشير إلى وجود أكثر من 6000 مشروع وهمي ومتلكئ، أغلبها لم ينفذ إلا على الورق، فيما القسم الآخر الكبير منها لم تتجاوز نسب الإنجاز فيها ما بين 10% و30%. ويوضح أن أغلب المشاريع الوهمية والمتلكئة أحيلت بعد العام 2004 ولغاية العام 2014،
بمعنى أن العدد الأكبر منها أحيل خلال حكومتي نور المالكي 2014 و2006. إلى صحيفة القدس العربي ومقال الكاتب جمال زحالقة الذي تناول فيه تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله وعمليات القصف المتبادلة بين الطرفين. الكاتب زحالقة يشير إلى أن إسرائيل تسعى إلى تحويل جنوب لبنان إلى منطقة خاضعة لسيطرتها الأمنية، وأن الولايات المتحدة تلعب دوراً مباشراً في دعم هذه الهجمات من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة والدعم اللوجستي. وفي المقابل يشير زحالقة إلى أن إيران تبدو مترددة في التدخل بشكل مباشر في هذه المواجهات، رغم أن إسرائيل تحاول جرها إلى الصراع. إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى إلى تجنب حرب إقليمية، يقول زحالقة، لكنها في الوقت نفسه لا تبذل جهوداً جادة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة. الكاتب يخلص إلى أن التواطؤ الأمريكي مع إسرائيل يجعل من احتمالات تهدئة الأوضاع أمراً بعيد المنال. يستدل مما يقوله ومما لا يقوله المسؤولون الأمريكيون أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لتصعيد حملتها العسكرية على لبنان، ويتضح أنها يئست من إمكانية التوصل إلى وقف الحرب في غزة وإلى حل دبلوماسي في لبنان. الإدارة الأمريكية خضعت لنتنياهو الذي يرفض الهدنة والصفقة في غزة، وبدأت تتعامل مع استمرار الحرب في غزة كمسلمة مثل مسلمات إقليديس لا يمكن تغييرها، ومنها الانطلاق. التواطؤ الأمريكي مع العدوان الإسرائيلي يصل حد الشراكة المباشرة، فهي ملأت المخازن الإسرائيلية بالأسلحة والذخائر ومهدت الطريق للتصعيد، وقامت بنشر 40,000 جندي أمريكي في المنطقة، إضافة إلى البوارج وحاملات الطائرات، كلها معدة ومستعدة لحماية إسرائيل عند الحاجة. لقد دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن ضريبة كلامية في خطابه الأخير على منصة الأمم المتحدة، وقال إن الحل الوحيد هو حل دبلوماسي وبأنه يسعى إلى تحقيق هذا الحل. وتواصل الإدارة الأمريكية في تسويق الوهم بأنها تقوم بجهود وبمساع لوقف الحرب. الولايات المتحدة تريد فعلا وقف الحرب، لكن جهودها ضعيفة ومساعيها بائسة، وهي تكذب حين تدعي أن تحركها جدي. ومع ذلك هناك حقيقة مهمة يمكن انتشالها من بحر الكذب الأمريكي، وهي أن الولايات المتحدة غير معنية بحرب إقليمية، ويبدو أنها حذرت إسرائيل منها، وكأنها تقول لنخبة الإجرام الإسرائيلية: افعلوا ما شئتم، اقتلوا، دمروا، هجروا، لكن لا تجروا عمكم سام إلى حرب إقليمية، وهذا خط أحمر. قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه بات من الضرورة تحديث مقاييس الفقر وفقاً لما يشهده العالم من متغيرات، مؤكدة أن خط الفقر العالمي الحالي غير واقعي. وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أنه حتى وقت قريب نسبياً كانت غالبية البشر تعيش فيما يمكن اعتباره اليوم فقراً مدقعاً، وكان حوالي 3/4 سكان العالم يعيشون في هذا الفقر المدقع منذ قرنين فقط، لكن الأمور تغيرت تماماً في الوقت الحالي. وشددت الصحيفة على أن الفقر لا يزال حقيقة قائمة وليس مجرد تاريخ، فالناس في جميع أنحاء العالم ما زالوا يكافحون لتوفير السكن والتدفئة والنقل والطعام الصحي لهم ولعائلاتهم ولمواصلة السير في الاتجاه الصحيح. يجب إعادة تعريف الفقر العالمي من خلال إيجاد طريقة أفضل من أجل قياسه. ويعد الخط الحالي الذي تستخدمه الأمم المتحدة لقياس الفقر العالمي منخفضاً للغاية، فهو يخبرنا عن عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولارين وخمسة عشر سنتاً يومياً. الدخل البالغ 3 دولارات و10 سنتات في اليوم يعادل فقط 93 دولاراً في الشهر، أو 1,131 دولاراً في السنة. ومن النادر أن يعتبر أي شخص نفسه قادراً على العيش بهذا الدخل،
في عالم يكافح فيه المليارات من الناس من أجل دفع ثمن الضروريات الأساسية، فهناك 3 مليارات شخص لا يستطيعون تحمل تكلفة نظام غذائي صحي، ولا يستطيع 3.5 مليارات الوصول إلى مرافق الصرف الصحي. وترى الصحيفة أنه لإبراز الحجم الحقيقي للفقر على مستوى العالم يجب على الأمم المتحدة أن تعتمد خط فقر ثانيا أعلى وتمنحه نفس القدر من الأهمية وتضعه عند مستوى يكشف عن الفقر في كل بلد ويعكس في الوقت نفسه فهمنا لما يعنيه التحرر من الفقر. ومع أخذ هذه المعطيات في الاعتبار، تقترح الصحيفة تحديد خط فقر أعلى عند 30 دولاراً في اليوم. ووفقاً لهذا الخط، سيكون جميع البشر تقريباً في حالة فقر في معظم البلدان، بينما يخبرنا خط الفقر الحالي الذي تعتمده الأمم المتحدة بأن حوالي 1 من كل 10 أشخاص يعيش في فقر مدقع. وإذا كنت تعيش على أكثر من 30 دولاراً في اليوم، فأنت من بين 17% من الناس الأكثر حظاً في العالم. الآن ننتقل وإياكم إلى فقرة الكاريكاتير. أعلن وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين الثلاثاء أن عدد النازحين من الجنوب والبقاع إلى مراكز الإيواء المفتوحة في عدة محافظات وصل إلى 27,000 من جراء العدوان الإسرائيلي. وقال ياسين في مؤتمر صحفي في بيروت أن مدن وقرى الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى من لبنان تتعرض لأبشع أنواع التدمير الممنهج، ما أدى إلى تهجير عشرات الآلاف إلى المناطق الأكثر أماناً في لبنان، لا سيما زحلة والشوف وجبل لبنان. ويشن الجيش الإسرائيلي هجوماً هو الأعنف والأوسع على لبنان، أسفر إلى الآن عن 569 قتيلاً بينهم 50 طفلاً و 94 امرأة و 1835 جريحاً وفق أحدث بيانات صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية. قبل أن نذهب إلى فيديو اليوم، نكون قد انتهينا وإياكم من جولة صدى الأقلام لهذا اليوم التي ناقشنا فيها أبرز المقالات التي تناولت الفساد الحكومي في العراق والاضطرابات السياسية إضافة إلى العدوان الإسرائيلي على لبنان. نختم مع هذا الفيديو، إلى اللقاء. وصل الموسم سيء، الحب مع الحرب مع البرود والدخان والرماد، وهذا الحب سيء جدا، يعني عمر أول سنة يحصل زي هيك. والله السنة الموسم مضر كتير، لا يعني لا عارفين نسقي ولا عارفين نعمل زبل ولا كمام ولا الرش، بسبب الحرب كل شيء مقطوع، كل شيء دمر ومش ما دخلوش. وفي النسبة اليوم نسبة الرمي كمان جربنا نفحص كانت نسبة سيئة عالية كتير، يعني كمية كبيرة بتعملش جالون جالونين، والحب سيء ودي لانه ما لا يعني لا انسقى ميه ولا تزبل ولا يعني ما خدش كفايته زي كل سنه. والله كل سنه بالذات هذا الارض احلى زيتون بيطلع منها، بس السنه الحمد لله انت شايف لا في شيء يعني نعمل فيه، وكان الواحد خايف ومتوتر انه يطلع، وانت شايف والحمد لله طلع على هذا الحال الحمد لله. الحرب لانه هنا صار قصف قريب عليه،
من البارود والدخان والغاز كل هذا والشجر بحزن يعني انه كله انضر وصل لهين الركام والبارود تاع الصواريخ والشعاعات ما انتم عارفين والغبره كل هذا بكل البني ادمين انضروا الشجره ما بتنضر يعني كله بشكل عام كله اسباب الحرب يعني قبل الحرب كان الامور الحمد لله طيبة وهذا وكنت تزقي وكنت ترش وكنت تزبل وكنت تعمل وتلاقي ثمر اليوم للأسف السنة هذه والسنة اللي فاتت برضو نضرينا ما لحقناش نعمل اشي كله راح بسبب الحرب ربنا يعوضنا عوض خير خذوا ولا فاهم يا حبيبي يلا كله